طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت يا أخواننا الصوت لو واضح اكتبوا لنا واضح عشان نواصل في كلامنا، نتأكد إنه الجميع سامعنا بكل وضوح. مرحب بك كرش الفيل، لحد ما تكتبوا لنا واضح. بن داود هبة البلوك، يا ريت اذا الصوت واضح تكتبوا لنا الصوت واضح. تحيه ليك بكري يا خضر محمد، وعليكم السلام. ست البنات واضح، تسلمي كثير. من الشيخ. طيب، زي ما تعودنا في البدايه لايفاتنا دائما، تحيه ليك لطفي يا عبد الله ام ايهم، انه نترحم على ارواح شهدائنا الابرار ونسال من المولى عز وجل إنه يتقبلهم القبول الحسن ويلهم آلهم وزويهم الصبر والسلوان. وكذلك نتمنى عودا حميدا لجميع مفقودين الأمة السودانية، وإن شاء الله ربنا يرفع جائحة الكورونا عن عالمنا ده، والناس تنعم بكل صحة وخير وعافية. تسلموا كثير جدا، الصوت قلت واضح. نأسف لأنه الفترة اللي فاتت دي شوية كنا محتجبين عن الظهور، ده ما معناه أنه إحنا ما موجودين، لكن زي ما عارفين مرات الكلام الكثير ما مفيد بقدر ما يكون العمل الجاد في أنه صورة مشروع توعوي، مشروع كبير، مشروع متوارث جيل عن جيل ما بينتهي عند فئة معينة، قطار محدد المسار، مش زي الناس اللي بيطلعوا لنا ويقولوا تصحيح مسار الثورة. الثورة دائما مسارها بتكون صحيح، إلا وإنه الناس بتنحرف عن مسارها، لكن الثورة عمره مسارها ما بيحتاج لتصحيح بقدر ما إنه الناس محتاجة تصحح في المفاهيم وفي الرؤى وفي طريقتها للتعاطي مع قضاياها الوطنية. صراحة تعج الساحة بالأحداث الكثيرة والأطراف والتجاذبات وكده. نحاول الليلة في اللايف بتاعنا ده مع ضيفنا إن شاء الله أستاذنا غالب طيفور، لو معانا يا أستاذ غالب عليك الله رسل لنا دعوة. ونأسف يعني دائما إحنا بنحاول نجي في توقيت على الأقل يكون يتناسب مع الجميع، إحنا عندنا الزمن مختلف، فعشان كده بنطالب من كل الناس تعمل لنا أكبر عدد من الشير، وإن شاء الله تعم الفائدة على الجميع في وقت جد الشعب السوداني محتاج لتعاضد وتكاتف وتوحيد للرؤى في مشهد خطر جدا جدا. مشهد مهما حاولنا نوصفه أو نديه من أشكال، إلا وإنه كلها نزر بتاعة شر مستطير بيجتاح هذا الوطن السودان منذ اندلاع هذه الثورة. وربنا يلطف علينا من أيادي المتآمرين. طيب، قبل ما نستقبل ضيفنا الليلة إن شاء الله في اللايف ده، أتمنى إنه نبدأ الموضوع طوالي اللي حنتكلم عنه الليلة، ألا وهو حنتكلم في تقريبا، أنا عندي ثلاثة مواضيع حابب أتكلم فيها مع أستاذ غالب فيما يتعلق بمحيطنا. زي ما أقوله ندي استطلاع سريع، وقلنا ثورتنا دي ثورة وعي حول ما يدور حولنا من تحركات سياسية في مجتمعنا الإقليمي ومجتمعنا الدولي، والأحداث المهمة اللي بتنعكس على وطننا السودان. وكذلك نجي لمواضيعنا الداخلية فيما يتعلق بدولتنا السودانية والإجراءات الاقتصادية المريعة، واللي تخلي دي من أهم الهواجس اللي بتمس المواطن السوداني بصورة مباشرة. والمواطن السوداني محتاج بعض التنوير
فيها، وكذلك زي ما شايفين من عنوان اللايف عاوز اتكلم بعض الشيء عن بعض الاشياء السالبه. تحيه لك استاذ غالب، يا ريت تجي معانا. الدعوه معاك استاذ غالب. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ نجار، كيف احوالك؟ على الطيب، عليك زين يا اخي. بخير والله يا استاذ غالب، تحيه ليك، كيف احوالك كذا؟ نزل الله انك تكون بخير ونبدا دائما كالعاده، ربنا يتقبل شهدائنا الاخيار الميامين ويشفي جرحانا ويعيدنا. يا استاذ غالب الصوت يمكن يكون بعيد شويه. انا خاك في سماعه بلوتوث عشان الصوت ده، اتمنى ان الصوت كده يكون واضح. بس ده لا كده واضح، ايوه كده واضح. تسلم كثير يعني. وعشان ما نمسك زمن بالناس نخش طوالي في حواراتنا، دائما بتمتعنا بارائك وتحليلات الممكن تفيد المواطن السوداني خلال هذه الثوره. وانا احتمال شويه قلت نرتب الشغله باننا نحاول نشوف الاحداث اللي حصلت في محيطنا الاقليمي، وذات تاثير مباشر على دولتنا السودانيه، باعتبار انه في تجاذبات بتاعت محاور كثيره جدا جدا في المنطقه مؤثر علينا بصوره مباشره. فاترك لك الحديث في انه تدينا من الملامح المهمه في الحاجات الحاصله في محيطنا الاقليمي، والناس المفروض تنتبه لها وتراعي لها وتشوف انعكاساتها على دولتنا السودانيه في الداخل ان شاء الله. طيب، تحياتنا لك وتحياتنا للمشاهدين. اول حاجه نسال الله قلنا سبحانه وتعالى انه يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويصلح على الوطن بكافه اطيافه وبكافه اشكاله بقوميتنا السودانيه الطيبه. تحياتنا لك تحيه خاصه، واتمنى انه يكون صوتي كده واضح، بحاول اعليه. طبعا الاحداث الاخيره انت متابعها، يعني اخر حدث حسي نزل الاحداث بتاعت اللجنه الاقتصاديه لقوى الحريه والتغيير اللي جاذبنا فيها الحديث قبل دقائق معدودات. بنتكلم عن 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 كلام اللجنه الاقتصاديه لقوى الحريه والتغيير، ده كلام خطير جدا ويهم المواطن. يا جماعه شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. الحاجه الوحيده يعني اللي بقت توصل صوتنا اللي هو عن طريق اللايفات بتاعتنا دي. جزاك الله انه يكون صوتي واضح يا استاذ. يا استاذ غالب، دي جزئية مهمة جدا جدا. الموازنة اللي طلعت دي، ونبدأ بالجزئية دي وبعد ذلك ننتقل للكلام فيما يتعلق بالسياسة بتاعت المحاور الخارجية. تخيل دي مسألة مهمة، فتفضل يا أستاذ غالب. تحياتنا لك أولا، وتحياتنا للناس، وتحياتنا لأخونا حسن اللمين، وتحياتنا لكل المناضلين الثوار الأحرار الأخيار. دائما هم عارفين الخط بتاع الثوره دي، وعارفين مطالبها، وعارفين انها هي ماشيه لوين وحبه تصل وين. تحيه لكل الناس، تحيه خالصه. يعني اولا قلت لك طبعا الوضع بقى واضح، يعني نفس الكلام اللي انا قلته اول نحن قلناه كلنا، نحن اتفقنا على الميزانيه دي. بدا اخواننا اللجنه الاقتصاديه توضح، انت طبعا قريتها، في ناس كثيرين، هي طبعا ممتده وطويله جدا، ودليل على انه فعلا كلها عاجزه، الميزانيه كلها عاجزه، ما جزء معين. يعني اخواننا ناس اللجنه الاقتصاديه دي مسكوها من والى، وضحوا كل العيوب بتاعتها، ووضحوا انه في غطغطه وفي ديس وفي اشياء تمت هم بعيدين منها، دليل على انه الناس اللي هم الحكومه الانتقاميه، الحكومه الانتقاميه طبعا هبه قالت حكومه انتقاميه، هي فعلا حكومه انتقاميه. الحكومه الانتقاميه قامت يعني وضحت خطوطها، خلاص هي خطها بتاع البنك الدولي، الحاجه اللي خطوها كل الناس اللي هو اللجنه الاقتصاديه، اذا كانت قوى الحريه والتغيير ولا اذا كانت اي قوى اخرى او اي مجموعه سودانيه مخلصه ذات تقدم حاجه للوطن، دي ما بتقدر تدخل يدها لانه اصلا الرؤيه موضوعه. يعني ما مسار نقاش، يعني الحاجه اللي بتتعامل قدام الشعب السوداني دي هي دي حاجه صوريه، لكن الحقائق زي الحوار بتاع الوجبه، ما هو في النهايه تعرف حوار الوجبه ذاته خلص لاشياء ممكن تكون مفيده، لكن في النهايه هي اصبح داخل الادراج، ما في زول بيقدر يطلعه. حسي الميزانيه اللي وضعوها اللجان الاقتصاديه القاعده، لجان الحريه والتغيير، لجان
اللجان الاقتصادية، المراجعين، وزارة المالية، كلها قدمت اطروحات، لكن كلها مشت المهمة بيقول شيء، مشت الادراج، ما في حاجة بتتنفذ، لأن أصلا السياسة موضوع، أنت معاي في النقطة دي، ونحن متفقين اتفاق كلي بأنه الوضع بتاع البلد دي للأسف الشديد ما في يد الشعب السوداني، ولا في إعلان الحرية والتغيير، ولا عند تجمع المهنيين، ولا عند الجانب العسكري، لأنه هم كلهم مسيرين، هي كلها أجندة بتاع عمالة خارجية، كلهم مرتبطين ببعض، ومنفذوا في سياسة معينة اسمها سياسة البنك الدولي. السياسة في حد ذاتها لو جيت عينت لها فيها نواحي ممكن تكون كويسة، ممكن تكون، ممكن تقدم حاجة، لكن الشروط بتاعتها، ما أي حاجة عندها شروط، وأي حاجة عندها قواعد، القواعد بتاعت الشروط بتاعت البنك الدولي دي قواعد صعبة جدا، وقواعد محتاجة إنه السلطة التنفيذية تكون في يد حمدوك عشان يقدر ينفذ مشروع البنك الدولي العملة وكل المشاريع، تعديل الميزانية، تغيير الميزانية. فحصلت الإخفاقات هنا وكانت واضحة، الميزانية كلها معتمدة على هبات وعلى منح خارجية، نفس النظام السابق، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، نفس الطريقة، إنه في النهاية دايرين من الإمارات تدفع 4 مليار، دايرين التطبيع النظام اللي هو قالوا بتاع إبراهام، الناس ما بتتكلم عن فراغ، ما في زول بيتكلم عن فراغ. اتفاقية إبراهام تتنفذ، يوقعوا اتفاقية بتاع التطبيع، ياخذوا نظير للكلام ده 4 مليار دولار، ممكن اللي بيدفعوا منهم بيدفعوه الاماراتيين، لان هم العبيد بتاعين اللوبي الخارجي بتاع المنظومه الامريكيه، بتاعت المنظومات العالميه دي، هي طبعا شغاله تحتها، اللي هي الامارات والسعوديه بتنفذ في الاجنده دي، رغم انه هي طبعا حاسه ما دي، هي تكلمنا نحن، هي ذاتها في امر جلل، نحن ما قدرنا نطلع منها لانه موضوع دسم، بقومنا نحوم اول حاجه في الميزانيه دي، ونقوم نحاول نشرحها، انا دي اقرا لك حبيت تشرح، تقرا لي حبه انا يا ريت. يا ايوه، عشان كده كنت داير اقول لك يا استاذ غالب، لو تعرضت لنا دخلنا في الميزانيه طوالي والحاجات اللي جات فيها او الارقام، وانت تخلي عندك التقرير ده ممكن يكون قدامك، انا ما شايفه. يعني انا شايفه، انا داير اقرا لك الحاجات المهمه، لانه هو تقرير يعني مفصل طويل جدا، بيعكس لك انه النازل يعني زي ما تقول الزول ده يا اخي دخل امتحان، الامتحان ده يا اما جاب 30 ولا جاب 20 ولا جاب 50 ولا جاب 80، لكن تقوم من الامتحان ده تطلع لك منه 5 6 ورقات تكتب في الكلام اللي عمله في الامتحان ده، دليل على الفشل المقنع، يعني دي كميه بتاعت اخطاء، وكميه بتاعت غضغطه بتاعت قضايا، تلاعب بالميزانيه، تلاعب بمجهود الشعب السوداني. المهم قال غير ان اللجنه الاقتصاديه للحريه والتغيير لاحظت ان الحكومه ومزدوجيها اتخذت قرارات واتبع سياسات جعلت حياه غالبيه المواطنين لا تطاق من جراء اتفاق غير مسبوق، ده كله كلام نفس الكلام يعني ما في، وبرغم ان البشريات العظيمه في تحقيق السلام مع الفصائل، مع الحركات المسلحه والخطوه المهمه التي انجزتها الحكومه الثوريه في ربع اسم السودان من قائمه الدول الرائده، الا ان ذلك لم ينعكس بصوره ايجابيه في حياه المواطنين في الموازنه، طبعا دي حقيقه، انه مهما يعملوا ما في حاجة ظهرت، ودي حقيقة طبعا، ما في حاجة ظهرت، لأنه نحن العلة اتكلمنا عنها كلنا، ما أنا براي، ما غالب، ولا نزار، ولا حسن، وكل الناس دي عارف العلة وين، لكن نمشي. لقد شاركت اللجنة الاقتصادية في اللجنة العليا التي تكونت بقرار من وزيرة المالية المكلفة لإعداد موازنة 2021 الأسبوع الأول من ديسمبر في اجتماعات تلك اللجنة، وبرغم من أن الوزيرة تعهدت بأن تكون هذه الموازنة شفافة وأن المعلومات ستكون في متناول يد الجميع، إلا أن ذلك لم يحدث، إذ أن المسودة الأولى لملخص الميزانية لم تعرض للجنة إلا في يوم 25 ديسمبر، وتم حجب كافة عن اللجنة العليا، يعني بل جابوها كده خدتوها لون على أساس إنه يغروا بها. قد أبدينا تحفظا بعد اطلاعنا المتأخر جدا على الأرقام الموازنة على هذا النهج، وطالبنا بشدة، هذا كلام كله إملاءات، المهم هم اعترضوا، نحن نمشي عشان الناس تستفيد. طيب قال إن أول حاجة إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر ب 137 مليار جنيه بزيادة بلغت 170،
وذكرت أنه ولأول مرة في التاريخ ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع، وهي معلومة خالية من الصحة. يعني المعلومة بتاعت 137 مليار وبزيادة بلغت 170، اكتشفوا ناس منه ناس اللجنة الاقتصادية اللي قاعدين معاهم في نصهم بأنه الشغلانة دي كذبة كبيرة جدا. وذكرت الوزيرة وأشارت أنه تم ضبط، وذكرت الوزيرة أن الموازنة رصدت حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9% من التقديرات الموازنة، وأشارت أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة 24%. الإنفاق العام ده هو الإنفاق بتاع الحكومة كلها بدواوينها بمولداتها بعرباتها بسياراتها، دي مستهلكات. وذكرت أنه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت بآلام شديدة للمواطنين. العام الفاضي يعني العام ده ما في حاجة، ما عنده حاجة تسببت له. مضيفة أن أكثر من ثلث الموازنة متوجهة لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس، يعني ثلث الميزانية كلها وجهوها للناس، ودي حاجات طبعا ضحضوها ناس إعلان الحرية والتغيير. الحكومة طالب ده كلام الحكومة، ودرد الحاضنة السياسية قوى إعلان الحرية والتغيير على كلام الحكومة. أنا سامعك ضعيف لكن فهمت. طيب إن مشروع الموازنة الذي يعكس اعتماد المال المغرر للقطاعات الاقتصادية والوحدات التي أجيز يكذب أرقام الوزير المضللة، والذي غصت به الدعاية الإعلامية ويخفى حقيقة أن جل الصرف موجه للقطاع السيادي والأمن والدفاع. فالأرقام التالية تبين الصرف حقيقي على القطاعات المذكورة مقارنة بالقطاعات التنموية. ده الاقطاعات التنموية والاقطاعات السيادية والمجلس الوزراء والدفاع والشرطة والكلام اللي هو فارق بالنسبة لنا، لأنه ما قاعدين يقدموا حاجة. طيب إجمالي قطاع الأمن والدفاع والشرطة 212 مليار قروش اللي بتصرفها الدفاع والشرطة 212 مليار. إجمالي قطاع الأجهزة السيادية 24 مليار، اللي هو ده الناس محمد الفكي وحميتي ومحمد الفكي حميتي ابراهيم جابر كباشي برهان حسن شيخ نقاضي عايشه رجا اسمه منو رجا نيكولا عايشه ثاني منو صديق تاور معاهم ولا صديق تاور معاهم صديق تاور صلاح منان ما معاهم لانه في اللجنه الثانيه. طيب قال اجمالي فاذا قارنا ذلك بالقطاعات التنمويه نجد ان اجمالي قطاع النقل والبنيه التحتيه 3 مليار في السودان كله. القطاع الزراعي 12 مليار 11 مليار. القطاع التعليم 16 مليار. قطاع الصحه 42 مليار جنيه. ان الاعتمادات الماليه المذكوره للصرف الحكومي والاستهلاك والصرف على القطاعات التنمويه كالتعليم والصحه والبنيه التحتيه اذا ما غورت بموازنه 2020 توضح الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات. نورد على سبيل المثال، اولا القطاع السيادي، مجلس السيادي الانتقالي زياده من 3 او من 2.5 مليار الى 5.7 مليار بنسبه 128% زياده بس. ما خلاص ما هم مسكوا يعني. بالذات الجزئيه بتاعت المجلس السيادي والقوات الامنيه دي ركز لنا عليها عشان الناس تعرف حجم الفرق الكبير في النسب. ما ايوه ما هو المجلس السيادي كان بيقالوا الموازنه اللي فاتت اللي خدتوها الجماعه دي بيشيلوا 2 مليار و500، حسي الموازنه بتاعتهم دي الدور ده 5 مليار و700، يعني بنسبه 128 زياده. ده الناس السيادي، ده الاسماء اللي انا قلتها والنك ديل الاسماء اللي حسي قلتها لك، دي في اسماء نسيتها ممكن نستحضرها المهم لقدام، لكن دي الاسماء بتاعت مجلس السيادي بيصرف 5 مليار و700. دي 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 الحاجه المكتوبه في الميزانيه، في حاجات ثانيه ما بتقدر تدخل في الميزانيه. مجلس الوزراء من 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 لا من 298 لا ايوه من 298 مليون. مجلس الوزراء كان بياخذ 298 مليون الى 2 مليار و63 مليون او 630 مليون. كم يا استاذ غالب؟ ها؟ دي زياده بنسبه كم؟
بنسبة 783%. يعني مجلس الوزراء بيصرف بقى بزيادة مضاعفة 700 وشوية في المية هو والله، هو والله ده كله، ده كله ماكم يعني. انا ما نحن نمسك الاصل، مجلس الوزراء يستاهل انه يصرف القروش دي، ده حق. لكن القروش اللي بيصرفها دي بتسهر لك في انه هو بيقوم يحولها للموازنه. يعني حس الكلام، الزياده بتاعت ال 700 دي ما ظهرت في التعليم ولا في الصحه ولا في البنيه التحتيه ولا في اي شيء. يعني هي دي ذاتها ما ظهرت، يعني لو ظهرت كانت زادت ال 16 مليار اللي هناك، كانت زادت دي. لسه هي مجلس الوزراء، الهيئه القضائيه كانت بتصرف 3 مليار و66، هسه حاليا بتصرف 10 مليار بنسبه 192%. وزاره الخارجيه من 182 مليون الى 328 مليون جنيه بنسبه زياده 80%. اقتناء الاصول من 154 مليون الى 575 مليون بنسبه زياده بلغت 273. وهي زياده دي مبرهنه. لكن انا المهم في النقطه دي، نحن ما ناخذها كلها ككل، نحن نقوم نعاين زي كلامك اللي انت قلته، هو ما كلام واضح. شوف الفرق بتاع الموازنه دي بتقدم للمواطن المكلوم ده شنو، وشوفها بتقدم للعساكر شنو، عشان اوريك انه البلد دي ماشيه لاطار عسكري. يعني انت بتفتكر انه الفتره دي الجيش ده حقه يبيع عربات، لانه نحن في عربات بتاعت امن نحن ما محتاجينها، دعم سريع ما محتاجينه. الحاجه اللي بيصرفها الجيش دي ما معقول يكون بيصرف قدر البلد 5 مرات او 6 مرات او 10 او 100 مره. يعني بيصرف له 211 مليار، وكل الميزانيات كل 300 مليار الجيش مصروف فيها 211 مليار. الدعم السريع لسه قوات الدعم السريع من 14 مليار كانت بتصرف 14 مليار، حس في الموازنه دي 37 مليار. دي قوات الدعم السريع داخل الميزانيه. يعني شوف شوف الكلام الخطير لسه ما بيجي. يعني الكلام الخطير ده انا بديك له انه في النهايه بقول والله الشركات الحكوميه ما قدرنا نعمل لها حاجه. يعني الكلام اللي قاله حمدوك ذاته بانه 82%، دي ال 82% الحقيقيه بتاعت الشركات، جياد زادنا كل الشركات الامنيه، الشركات بتاعت المنظومه العسكريه، الشركات بتاعت الجيش الدعم، كلها بر الموازنه دي. دي حقتهم براهم، ياكلوها براهم الجنرالات ويتفرجوا في الشعب السوداني اللي بيموت قدام المستشفيات ده، يتفرج في الشعب السوداني. يا استاذ غالب، من الحاجات الملاحظه في الموازنه دي انه يعني لو رجعنا لقبل سقوط النظام والممارسات الكيزانيه والمنظومه بتاعت البشير في وضع موازنه، بنلقى انه بتشبه في طريقه الصرف نفس الشكل اللي كان موجود قبل سقوط النظام من اجراءات تجاه انتهاك المال السوداني والصرف الغير مبرر على المنظومة الأمنية يفوق بمئات النسب المئوية ما يصرف على المواطن السوداني من تعليم وصحة وخدمات وغيره. ودي طبعا حقيقة انت ما حسي، هو حسي شوف جهاز الأمن لسه، جهاز الأمن لسه كان بيشيل 9 مليار، حسي الليلة جهاز الامن شايل 22 مليار بنسبه بلغت 145%. 145% بيقدم شنو هو؟ ما انت اي زول وقت يعني انت وقت تتكلم عن التعليم عارف التعليم بيقدم شنو للوطن، وقت تتكلم عن الصحه عارف الصحه بتقدم شنو للوطن، وقت تتكلم عن 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 البنيه التحتيه عارف البنيه التحتيه اساس شنو في الدوله. لكن انت جهاز الامن ده الشعب السوداني مستفيد منه شنو؟ مش هو الامن الغاشم الباطش الغاتم الساحل للشعب السوداني؟ ما هو نحن حق نفكر الدعم السريع ال 37% الاكثر من التعليم واكثر، لو لموا خلال التعليم والصحه الاثنين ما اظنوا قدر الدعم السريع بيقدم شنو للمواطن؟ بيستفيد منه شد المواطن غير انه يخلق الغلغله والمشاكل والصراعات الغبليه والازمات والصراعات الاقتصاديه؟ ما هو ذاته بينهاب وهو بيدخل المخدرات. ما هم العساكر دول سبب البلاء بتاع الوطن وسبب بلاء الوطن العربي كله والوطن الافريقي، تلاقي الصراعات والمشاكل الاساسيه شو؟ ما هو الجيوش ما عارفه هي واسطه وين ولا فاهمه شنو؟ طبعا طبعا دي بتعيد لك القضيه بتاع الترام، ونحن ممكن نختف فيها ونمشي. يعني القضيه بتاع الترام الحسي الدوله التاجر بتاع العقارات الحسي سيد البلد دي،
ما هو القلم مبزي البلم، ما هو ما عنده فريق من حمايتي. يعني انا بفتكر انه ترامب ده ما عنده فريق من حمايتي، بس لقى تجاوب من الشعب الامريكي، لانه نفسيات الشعب الامريكي هي بتشبه نفسيات ترامب يعني. فبيوريك انه زول وقت يكون في جاهل على سدة القوم او في قيادة القوم او رئيس، هو حيوصل البلد دي وين. شوف حسي يعني دولة زي الولايات المتحدة اللي هي غايدة للعالم حاليا، شوف الزول المعتوه ده جهجها كيف. ما هو زول يعني سلوكياته ما منضبطة، زول ما منضبط، حسي يفتش وين في الشنطة اللي هي الشنطة اللي فيها الكود بتاع القنبلة النووية والشريحة بتاعت البسكويت اللي بيسميها بسكويت اللي هي بتشغل يعني. هو ذاته بدو شدة ما خايفين منه، لأنه زول ما مضطرب عقليا. ممكن يعمل له حاجة يعني، ممكن يخلق له حرب عالمية. ما زي انت وقت تجي هي تشبيه بعيد، لكن تشبيه قريب بالعقلية بتاع الترام والعقلية بتاع حميتي والغتلة ديل. ما هي نفس العقلية، ما هو ما المشكلة انه ذاك بس مدني، هو في النهاية ذاك مدني وذاك اختاره الشعب بتاعه، لكن ده ما مدني، ده حكومة الامر الواقع. ديل هم كل ذول بيمكن في نفسه. الصراع بتاع السودان حسي حاليا بقى من الافضل، من الاغوى، من الاجدر، من الافضل بين الدعم السريع والقوات المسلحه. ده كده الصراع، من ياكل اكثر، من ينهب اكثر، من يستفيد اكثر، من يتمكن كده. وجهي شبه غريب جدا جدا. قلت لك وجهي شبه غريب جدا هاي بين العقليه. لكن شوف ترام ده يعني عشان تعرف دولة المؤسسات بتعمل فيه شنو. حسي هو يعني امبارح احنا كنا بنتكلم وكت طلع هو وبدا يبكي وبدا يحاول يتراجع من خطواته كلها، لانه عارف انه في حاجه اسمها عداله. اول ما ولينا احنا بنتكلم عنها، اول ما تجي العداله دي، كل المتنطعين وكل السفله وكل الفاسدين وكل الحراميه وكل الغتله بيلزموا مكانه، لانه ده العداله هنا، هي عنده العداله. طالب آسف لمقاطعتك، لكن في نقطة مهمة جدا هنا أنا عاوز أضيفها لكلامك ده فيما يتعلق بالشخوص الأمثال حميتي وترامب ديل. بيجوا طالعين ويسهروا القوة والشكيمة وفرض الرأي، وإنهم هم اللي يمتلكوا مفاتيح الشيء، زي ما شفنا ترامب أول ما جاء في الحكم والصفقة بتاعة الغرن العملة مع الخلايا والبلغت 450 مليار دولار، وبعد ذاك الأربع سنين اللي قعد فيها في السلطة داخل البيت الأبيض خلته يتضرع ويطلع سياسات كبيرة شاذة فيها نوع من الشذوذ بتشبه شبه كبير جدا جدا ممارسات المجرم حميتي، باعتبار أنه هو الخزنة بتاعت هذه العصبة الكيزانية والمسيطرة على مفاصل الاقتصاد داخل الدولة السودانية، اللي بيفتكروا انه بيقدروا يفرضوا بها ارادتهم على الشعب. الفرق بس بين حميتي وترامب، حميتي هنا ما في زول بيتصدى له، ما في دولة بتاعت قانون، ما في شيء. لكن الان لاي متنطع ولاي زول بيشكك او بيفتكر انه سلطة الامر الواقع لما تكون بالمال او بالسلاح بتقدر تفرض نفسها على الشعوب، امشي راجع اخر 3-4 خطابات لهذا المدعو ترامب ويشوف الفرق الكبير بين خطاب ترامب من ما جاء للسلطة لحد ما خون الانتخابات الامريكية وحاول يمارس ممارسات او الشعب الامريكي ما مرض عليه قبل كده بمحاولة اختراق منسوبينه لقبة البرلمان وغيره وغيره من الانتهاكات الشاذة لهذا المختل عقليا. تم قفل حسابه في تويتر. الكونغرس الان ضاغط شديد جدا جدا في انه يتعزل ويقدم لمحاكمه، وده بيوري الخوف والذعر والرعب اللي بدا يظهر بعد ذاك على شخصيه ترامب الطفوليه، زي الزول الماسك ليه لعبه في يده وبيفتكر انه هو ممكن يشكلها بالطريقه اللي هو عاوزها، لكن بدا يصحى للحقيقه اللي حوله انه دي دولة بتاعت مؤسسات، دولة ما بتقدر تعمل فيها انقلاب، دولة ما بتقدر تسطو
على سلطتها بالأمر الهين، ومهما كنت تمتلك من أموال ومن قروش ومن غيره ما بتقدر تمرر أجندتك بالطريقة على الأقل الاحتيال. حتى في الدول العظمى دي والدول الأولى في احتيال، لكن بيتم عبر القانون، والقانون لا يحمل مغفلين. وللأسف الشديد في حتة في بتجي في لحظات لا قروشك بتحلك، مهما تكون انت من سطوة ومن نفوذ ومن مال ما بتقدر تتجاوز السلطة القانونية للدولة. شوف تعرف يا أستاذ إزار، ترام ده بشكل نفس العقلية بتاع شنو الكيزان، يعني أنا اتكلمت عنه لو أنت بتستحضر قبل يومين، هو نفس المنهج الكيزاني بتفاصيله. يعني الكيزان ده هو ترام طائفي ترام عقدي، يعني نفس النقاط، عقدي طائفي رأسمالي طفيلي غزر نما في فترة اتكلم عنها بايدن بأنه الضرائب بتاعته كانت كلها بشركات وهلم جرد كلها $700، وهو حيتحاسب برضه في الضرائب دي، تعرف قوانين الضرائب خارجيين. لكن هو نفس الاتجاه اللي هو شوف الزول ده خنع وركع لانه للاسرائيليين ديل، والكلام اللي بيعمله ده كله عشان اسرائيل. انت عارف الشعب الامريكي ده يعني طلع لك ترامب ده في نقطه معينه حسي حاليا، يعني غير اخصار، غير انه يتهزم في الانتخابات دي، يتهزم لانه الشعب واعي. هو ما كان تحرر بين انه امريكا دي تتحول لدوله راسماليه، يعني السيده الراسماليه الطفيليه دي زي ترام وزي كل زول متنطع راسمالي، ولا هي ترجع للاصل بتاعها. هسه حاليا بالمناسبه ده الصراع بتاع التحرر بين انه رجعوا لبايدن ده، ولو لاحظت تم معارضه الحزب الجمهوري وطلع من مجلس من الكونغرس ساي، وحيطلع من البرلمان ساي، وممكن يطلع من اي شيء لانه هو جاب زي ترام ده. شوف العقليه، لانها عقليه عقديه مرتبطه باليهود. انا لو جيت انت بتعرف انه فعلا الناس ديل الامريكان ديل عندهم مشكله بتاعت اسرائيل، بتاعت دوله اسرائيل او المنظومه الراسماليه الكبيره، وعارف انه اليهود ديل هم اكثر ناس بيدعموا الرؤساء او القيادات الامريكيه. المهم ده بوريك انه حصل انفصام، حصل فطام لكل راسمالي متطفل زيه زي حميتي. ده ما هو ما راسمالي، حميتي ده غاتل، يعني زول عسكري. ما هي دائما يا راسماليه ولا عسكريه، ده الاثنين بيملكوا. دي الميزات اللي خدتهم قدام، يعني هو عنده الاموال وعنده السلاح، والسلاح ده كله بفضل المعتوه اللي اسمه عمر البشير ده. نفس الطريقه هو ماسك السلاح وماسك الاموال، ده ماسك اللوبي اليهودي وماسك معاه اللوبي الاسرائيلي وماسك معاه المال. ورغم كل الكلام ده ورغم العلاقات الممتده والباور الكبير اللي خلقه ترامب ده، يتهزم هزيمه بشعه جدا. يعني لغايه اخر فارس كان في بنسلفانيا ولا في اريزونا كان واضح يتهدم فيه، وقدم طعوناته والطعونات كلها اتضحت انه في النهايه بيحسموها في 48 ساعه وفشل. وده بيوريك انه العالم خلاص الناس وعت للراسماليه دي، وعت للجيش، لانه الجيش برضه انت لاحظ انه يعني قنبله النوويه بتاعت العالم كله والكود بتاعه موجود عند رجل مدني. ده ما بوريك الفرق بين انه نحن دولتنا بغوده منه وهم بغوده منه، بغض النظر عن انه هو في النهايه جاي باغلبيه فاز ووصل وبقى ماسك الكود ده. الكود ده ذاته بدوله الجنرالات بتاعين الجيش، لكن هو اللي بيامرهم. يعني قبل يومين في الهجوم على الكونغرس ده، العمده بتاعت الولايه ذاتها بتلفون جابت الحرس الوطني بتاعهم ده بتلفون، يعني ضربت تلفون ده المدنيين، هي مدنيه. ده دليل على انه دائما الدوله المدنيه هي اللي بتعلو على العسكر. لكن احنا في بلدنا دي بقى لا عندنا خير في العسكر ولا في الدوله المدنيه، يعني لا قادرين نمسك ده ولا قادرين نمسك ده. اي غير كده يا استاذ غالب، برضو من الحاجات الملاحظ لها في ما حدث في امريكا، وده شيء برضو ممكن ملفت للنظر للمواطن السوداني عشان يشوف حتى الفرق في الاداء لموظفي الدوله، يعني على المستوى القيادي من وزراء ومستشارين ومدراء. يعني حتى يعني ترامب الكارثه الحل بها على الحزب الجمهوري
بالرغم من انه هو نسبه لسطوته وماله وكده وما عنده خلفيه سياسيه، قدر بطريقه او باخرى عشان يكمل على هذا المال بانه يكون عنده السلطه وحصل عليها في النهايه، الا انه جات بوبال على حزبه اللي انت هسه من شويه ذكرت انه الاكتساح بتاع بايدن ما كان بس على مستوى الانتخابات الرئاسيه بل على مستوى البرلمان نفسه، مما حيخلي من المستحيل للحزب الجمهوري ده انه يرجع تاني لكرسي السلطه قريب ده. لكن الملفت للنظر يا استاذ غالي اللي هو الرفض القاطع للبرلمان او الكونغرس لكل الدعوات الكاذبه من ترامب بانه الانتخابات كانت مزوره، والدليل على كده الوزراء، يعني كثير من الوزراء في حكومه ترامب وتحت لوائه قدموا استغالتهم قبل حتى ذهاب ترامب من المكتب بتاعه اللي هو حيكون في خلال كم يوم. استغال وزير النقل وما عرف تاني وزير الصحه، المستشاره بتاعت السيده الاولى داخل البيت الابيض قدمت استغالتها، ده كله رفض يعبر عن ايمان موظفين الدوله بالديمقراطيه وب بالاعتدال في الحكم وبالمؤسسية في اتخاذ القرار والمسائل الأخلاقية البيصهرة كله سياسي في وقت زي ده. وفي المقابل تعال شوف عندنا هنا، دي ما أقرب مثل للحصل عندنا يا أستاذ غالب، لما القراي مثلا أنا هنا دار أذكر الحتة دي ولو إنه الموضوع ده لأكون ناس كتير ولا عاوزين نتطرق له، لكن بس دار أخلي الناس تضع وجهي للشبه بين الموقفين للناس اللي بيكونوا قاعدين على سدة السلطة من أخلاق ومبادئ. يعني القراي ده حمدوك هو رئيس الوزراء بتاعه وهو أحد المنضوين تحت لواء حكومته، الليلة لما حمدوك يرفض زول سواء كان ظلما أو زورا أو بهتانا ما في زول بيشتغل به، ما شفنا وزير بأيد في وزير، ما شفنا وزير بيشيد بسياسات دولة بيجمعوا كل الوزراء وبيطلعوا بيتكلموا عن هذه المبادئ وعن هذه الأخلاقيات في ممارسة للمدنية وللسلطة الديمقراطية بالشكل اللي بنشوفه خارج السودان ده. فدي واحدة من الحاجات المهمة اللي لفتت نظري في العجز في الأداء على مستوى الأفراد داخل الحكومة بمراكزهم السيادية سواء كانوا وزراء أو معتمدين أو غيره أو غيره، كل واحد شاهد براو، كل واحد بيتكلم عن مشاكله الشخصية، كل واحد بيتكلم عن وزارته بطريقته، كل واحد بيضع سياساته ويبغى هواه. لكن هنا لما يحصل خلاف زي ما شفنا في أمريكا ظهر لنا شكل المؤسسية اللي بتربط بين الوزارات وبين المؤسسات وبين الاستشاريات في الطريقة بتاعت التعاطي مع أي قرار بيصدر عن الدولة سواء كان صح أو غلط. واحد طبعا السؤال دايما انت تعمقته ودي حقيقه، لكن في واحد دايما بيقوم يقول لك ونحن غرقنا والحل شنو؟ وهو هو هو في نقطه الميزانيه دي كده خليها، ما هو طالما انت لسه ما عرفت الراسماليه الطفيليه انت بلدك دي ما بتمشي، ما هو الراسماليه الطفيليه هم جزء من الحلف بتاع حمدوك وجزء من الحلف بتاع الكيزان وجزء من الحلف بتاع حميتي وجزء من المساندين له اللي هم ناس البرهان. يعني انت الراسماليه الطفيليه الحس زي انيس حجار اللي قاعد في البنك المركزي بتاع السودان بيحدد سياسات الدوله، تخيل زول راسمالي نما في حكومه الانغاز هو قاعد في البنك المركزي السوداني بيحدد السياسات بتاعت البنك السوداني المركزي. دي نقطه لغايه حس اسامه داوود اللي هو كان الامبراطور بتاع الدقيقه اللي بتلاعب بقوت الشعب السوداني وهو حايل زيه زي الكيزان. يبقى انت الحل شنو؟ هو في حل اكثر من انت شايف المجرم قدامك ما قادر، الميليشيات وشركات الميليشيات، تهريب الثروات، ادخال المخدرات، دي كلها الحاجات دي بيعملوها منه ما بيعملوها الدعم السريع والميليشيات دي، الجيش المحترق ده وشركات الجيش والجنرالات المحترقين دي هل بتفتكر انه ممكن يقدموا؟ الامن وشركات الامن ورجالات الامن وشركات الامن وتهرب الامن من الضرائب والجمارك وكل شركاتهم بتاعت المنظومه العسكريه والكيزان وما ادراك ما الكيزان قاعدين.
قاعدين انت وين ناس كمال عبد اللطيف، وين ناس الزبير بشير طه، وين العمالقه الجهابذه المنظومه اللي هي بقول شو هي الغازيه او المنظومه الشعبيه ولا المؤتمر الوطني، وين وين؟ هو القصه كرتي ولا القصه ثلاث محمد خير ولا القصه طارق سر الختي؟ ملايين من الناس نهبت وقاعده وبتاكل وتسري، ولغايه حسي شركاتها شغاله في الخرطوم ومستمتعه، وهي الواقفه حجر عشرة في كل حاجه يعملها حمدوك ولا يعملها حميتي ولا يعملها برهان، ممكن برضه يكونوا فيه حجر عشرة. لما لانه طريقتهم وين وين الغصاص؟ ما انت دار الحل الغصاص بتاع الدماء بتاعت الشهداء، وين الاموال والمطارات والباخرات المسروقه؟ ما عندك 28 باخره قفلت، المين الموانئ البريه بتاعتك كلها قفلت، المطارات بتاعتك 14 طياره سلمتها، وين؟ مع السرقه منه؟ سرقناها نحن؟ السرقه منه؟ ما تطلع السرقه، ما جبت وزراء وجبت حكومه انتقاميه، ما هي حكومه انتقاميه فعلا لانها طمست. بالمناسبه استاذ غالب، ذكرت نقطه مهمه جدا جدا فيما يتعلق بموضوع التغرير بتاع الموازنه اللي طلعته قوى اعلان الحريه والتغيير. ده في حته خطيره جدا جدا، يا ريت استاذ غالب تدينا رايك فيها، اللي هي مساله تربح الحكومه من سياسات الاقتصاديه تجاه الدوله السودانيه تحت مسمى رفع الدعم، بالاشاره الى سعر الجالون البنزين اللي اترفع من 127 جنيه ل 540 جنيه. ده واضح جدا جدا يعني مقارنة بأسعار في ناس كثيرين ما قادرين يفهموا الحتة دي، انه دي نفس السياسة اللي كان بتنتهج الانغاز في وقتها، بتقول هي بتدعم المحروقات، وفي نفس الوقت هي عشان بتدعم المحروقات بتدي العطاءات دي لشركات خاصة بالنسبة لها، لما تجي تلقى سعر الجالون بتاع البنزين لو طلعت منه الرسوم الحكومية والإجراءات بتلقى إنه الحكومة متربحة في هذا الشيء بصورة غريبة جدا جدا، وهي بتتكلم عن إنه بتدعم في هذه المحروقات، زي ما هسه أشار التقرير بتاع الموازنة الموجود أمامك ده، لأنه الحكومة مصرة إنه تمد يدها في جيب المواطن، والمواطن للأسف الشديد بيتعامل مع هذا التضليل بصورة غير منطقية تماما، وما قادر يفهم حتة إنه الحكومة برفعها للدعم ده بتتربح هي نفسها، لأنه الاستيراد المحروقات دي ما قاعد يتم عبر مناقصات بتعرض على الشعب السوداني، هي محصورة فيها الشخصيات زي ما قلت معينة، هي الشخصيات الرأسمالية الطفيلية دي، وتربحها ده بيؤدي لتربح الحكومة بطريقة غير مباشرة. فياريت تدينا إضافة في الحتة دي يا أستاذ غالي. ما هو 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 طبعا النقطة دي يا أستاذ زار الناس كلها عارفة، يعني أنا يعني أي زول بيحضر هنا في اللايف ده بيتذكر طوالي بيستحضر لما هو طفل ولا هو أبو، اول ما يكون ابو، اول ما ينجب ولا ربنا يرزقه بطفل، اول حاجه هو مضطر انه يدفع شهاده الميلاد، الحاجه الوحيده الدوله دي ما قاعده تقدم حاجه اصلا. يعني نحن انا استغربت طبعا، طلعنا برا وشفنا العالم، كنا مسؤولين من الحاجه اللي بيقدموها، شهاده اول حاجه شهاده الميلاد دي حسي ما عارفه بتكون بكام، انا بتذكر دفعتها 50 جنيه كانت كثيره جدا في الوقت ده، انه يعني جابوا طفل للوطن، وده دايما ابن الوطن وابن المنطقة وابن الحي وابن الدولة، ده ما كده مما تبدأ مما انت يلدوك، انت بتبدأ جبايات الدولة فيك، الدولة دي عاملة فيها دي المتفقات، بتعرف الزول السمسار، السمسار ده عمره ما يخسر طبعا، لأنه في النهاية هو بلما كل الاثنين وبيقعد يحنك فيك، ياخد دي كويسة ودي كده ودي كده ودي كده، تميت الشغل هو بياخد حقه، ما تميت الشغل بيقول لك يا أخي طلع لنا السهلة خلينا نرجع نمشي نقابل أهلنا، ولا لأنه بتاع المواصلات، يعني انت في كل الحالات خسران منه. الدوله بتاعتك بتشبه السماسره ديل، نفس الطريقه بتاعت السماسره. يعني انا بتذكر اشتريت عربيه، كان في الوقت ذاك العربات الكبيره البيجو دي، مش بيجو، اوبل. اوبل، انا ما بعرف، كنت في الوقت ذاك عربات، جيت لقيت السمسار، لميت في واحد اسمه النور. ربنا يعني ربنا يرحمه، كان حي ولا ميت؟ ف
ده اقنعني بانه نحن القرينا كل حاجه والزول ده حاجه ثانيه. انا في لحظه من اللحظات حسسني ان العربيه دي ممكن تطير، وبدون ما اجرب لقيت نفسي بدفع، دفعت كل اللي عندي، وكنت خلاص بعد ما انتهيت وعملت الاجراءات وباقي لي باقي فلوس جميلة هو، وكنت جيت اسوقها وكنت وصلت على البيت كانت من اي من اللساتك بتدخن. الزول جبت ميكانيكي طوالي ثاني يوم شافه قال لي يا اخي دي المكنه دي كان بالله شحم اكثر من 10 كيلو، لانه جوا البساتين دي يعني زيت الزيت 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 بتاع المكنه ده ما بينفع معاه الا قنبلات شحم، لانها بتكورك جوا متاكله الشنابر بتاعتها وكده. فمشيت للنور ده ذاته اغنعني في 10 دقائق انه ممكن تتحول العربيه دي وتبقى حاجه ثانيه وحيدخلني في حاجه ثانيه، عيشني في الامل ده وعيد. ده ذكرني الحكومه دي، الحكومه دي شغاله بنفس المبدا ده، هي متفقاتي، هي شعره بانه هي ده تنتهز المواطن ده، تتم ايصال 15 عن طريقه هو تنهبه، تتم العشور، الجبانه، الضرائب، الزكاه، الجمارك، كل شيء، في كل شيء هي خاتة يدها. يعني انا لغايه حسي بتذكر كنت بجيب حاجات من القاهره، بجيب من دبي، في المطار بياخذوا مني، وبعد ما اديها للتاجر، التاجر وقت يجي يلقوا في الرف بتاعه بيشيلوا منه ضريبه لنفس السلعه اللي انا بعتها له دي. بيجي التاجر طبعا بياخذ حقه، ممكن يكون جمله بيقوم يديها للتجزئه، التجزئه برضه بيجوا ناس الجمارك وناس الضرائب وناس هناك بياخذوا منها. يعني الحاجه بياخذوها ثلاث اربع حاجات، الدوله دي مستفيده. انت انا بقول لك يعني بقول لك هناك نحن بلدنا دي بذهبها بكل شيء، ما يزال فاهم الكلام ده، لكن الناس الموجودين ده ما حيقدموا حاجه، الناس استبشرت خير بحمدوك، لكن ما قدر يقدم حاجه لانه حمدوك ذاته هو ذاته اتضح انه داخل المنظومه ذاتها. يعني طيب حمدوك اي بالمناسبه الحاجات كثيره جدا جدا. في خبر قبل شويه كان متداول في الاسافير عن تمرد وحده تمرد قيادات داخل الحركه الشعبيه شمال جناح عقار، الغايد اسمه حاجه كده مون، وده بسريتين مسلحات بعتادهم الكامل انحازوا لجناح، اعلنوا تأييدهم للحلو وانسحبوا من الحركه الشعبيه شمال جناح عقار. وفي تصريحهم اطلعوا ده بيتكلموا عن انه بيرفضوا السياسات بتاعت عقار واللي هي سياسه بتاعت محاصصات وما حتاتي بسلام شامل. ده ما موضوع يا استاذ غالب، لكن احتمال الحاجه دي انت ما شفت. والله الموضوع ده يا استاذ نزار موضوع خطير جدا. يعني انت ذكرتني نقطه مهمه جدا. شوف الناس اللي غيبوا عقله المواطن كيف يعني بقضيه القراي، شوف قضيه القراي دي انتهزوها كيف، بتستغرب انها ما القضيه الكبيره اللي حقه تاخذ زخم. يعني ورقه بتاعت هنا نزل فيها حاجه غلط، نزل فيها كده مش حق يشرطوها، لا استغلوها اعلاميا مرروا بها. شوف 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 غيبوا المواطن السوداني بدك كيف مرروا بها القضيه بتاعت بهادين، قضيه خطيره جدا، وقضيه حق الشارع السوداني ده كله يطلع ويترس البلد دي فوق تحت، لانها هي امتداد لقضايا تراكميه. شوف دي قضيه القران، غيبوا بها قضيه السلام ذاته، لانه السلام الجزئي ده الحسي بيخلق في مشاكل، وناس الحركات المسلحه منتظره يوسعوا الكيكه 75 25% لمن اركمناوي لدكتور جبريل، بدون ناس الحلو اللي انت بتتكلم عنه والحسي ده اللي هم بيتعدوا الارضيه الاضخم هو وعبد الواحد. يعني كحركات اذا في 25% بدون من اركمناوي لدكتور جبريل، يعني انت الحلو تديه 300 عبد الواحد تديه 500، ما هي كده انت ما بتقيسها كده. النازل اتفقوا وخططوا للاسف الشديد، وقبل دخلت لي في موضوع حمدوك مرتبط بالقضيه دي والملف ده، بالمناسبه اكبر خطا في تاريخ الحكومه الانتقاميه انها تشيل الملف ده تسلمه لواحد جاهل اسمه حميتي، عشان حميتي هو يعني اشتغلوا على نار هاديه مع الاماراتيين، وانت شفتهم موجودين في جوبا، ومع تود اللي هو العميل المعروف بتاع المنظومه السابقه تود الجنوبي ده، ومع القطريين اللي هو كان السفير القطري كان موجود في الاتفاقيه دي ذاتها. يعني الاتفاقيه بتاعت السلام دي قعدوا كده خططوا لها،
وتكتكوا لها وجهزوا لها على اساس انه يجي يوسعوا المواعيد ذاتها. انت بتتكلم عن الميزانيه بتاعت 20 بتاعت 2021، ونحن حسي حاليا ماشيين لتوسع للنهر بتاعك عشان انت يتدفق، لانه عندك 75 كرسي جاي للحركات المسلحه، وطبعا حمايتي حيكون عنده برضه فيها كراسي. ما ده شغل، انت قايل الشغل بتاع المتفقات ولا السمسار ده، هو الدوله كلها شغاله كده. حمايتي بيعصر الحكومه على اساس انه دي حركات عندها ارضيتها وعندها ناسها وعندها كده، دعمها بعربات كثيره جدا على اساس انه وفي جه خش الخرطوم ما خشهم، في عربات كثيره من الدعم السريع هي كانت يعني بتزيد في عددهم عشان الناس تعرف انه والله ما بسيط فينا الناس دي. بالمناسبه فدي. استاذ غالب ايوه اسف واصل. المهم الحركات المسلحه دي حسي عندها 75 مقعد، عندها خمسه وزارات جايه، وهي بتطالب بسته وزارات، دين النفرين دين اللي هو مني ومعاون التمهجو. التمهجو ده انا ما اعرف هو اتدخل في الحركات المسلحه عزيزي. يوم واحد اللي يكون ولا عليه ناس في منطقه بعيده ولا منطقه نائيه في التمهجو ما عنده صله بالحركات المسلحه. الناس دول والله شغلان كلها تخطيط لكيكه، بياكلوا في الكيكه دي وما خايفين من الشعب السوداني. الحاجه المؤسفه والمحزنه انه الشعب السوداني بدا يهاجر. يا استاذ نزار، الشعب السوداني بدا يطلع من السودان، والله بتكلم معك حقيقه. ما 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 في واحد من اهلي ولا من اخواني ولا من اهل اصحابي ما اتصل بي بخصوص انه يطلع كيف يتخارج كيف بعد ده. يا ليت جاتومي فارس، تحياتنا لفارس صالح. ده كلام حقيقه يا استاذ غالب. انت ما تنسى كمان يعني بانشغال الناس بموضوع القراي وبالمحاصصات بتاعت الحركات المسلحه، الخطر والمهدد الامني الحقيقي اللي بيواجه الدوله السودانيه الليله يا استاذ غالب، في حشود اثيوبيه وبوادر بتاعت مواجهه حقيقيه اكبر من اللي شفناه في الفشقه ده، وده الايام القادمه حتوري شكل الحكايه دي. انا ضرر اربط لك السلسله دي يا استاذ غالب وتديني رايك فيها. التصريحات بتاعت وزير الري السوداني بانه سد النهضه بدا يتملي برضه بدري، ونفس المشكله اللي حصلت لنا في الفيضانات اللي فاتت، يعني بتوري شكل التشاكس اللي بدا يحدث بين الحكومه السودانيه والحكومه الاثيوبيه. النزورة دائما بتكون مآلاته في ايدي هؤلاء الخونه والعملاء والدارين يسوقوا البلد لمهلكه وحرب حقيقيه. دايرك في ثلاثه مواقف يا استاذ غالب انا دايرك تربط لي بيهم بفهمك انت. الموقف بتاع الدوله السودانيه من حيث السلام والامان المفروض تكون فيه الدوله، كذلك تسلط المحاور الامارات والسعوديه، وزي ما شفت هسه الصلح اللي حصل فجاه بين قطر والسعودية والأمارات، مبرراته كانت شنو؟ انعكاساته على الشيء اللي بيحصل، وإحنا عارفين تماما إنه هذه المحاور مؤثرة تأثير كبير جدا جدا على العملاء اللي بيحكمون القاعدين أمثال الحميتي والبرهان وغيرهم وغيرهم. وفي نفس الوقت المكون الثالث ترامب اللي كان بيدعم هذه المحاور دعم لا محدود، دعم إجرامي، دعم يخليهم ينفذوا مخططاتهم الخربة في تغويض الشرعية داخل الدولة السودانية. بايدن اللي حيكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية والأساسا عنده رؤية واضحة تجاه الحكم في هذه المناطق زي السعودية والأمارات والجريمة النكراء اللي تمت في تركيا. بايدن كان كلامه فيها واضح، وبايدن أساسا من سياساته إنه بيدعم الحكم الديمقراطي، وبرى إنه المصالحة تمت في آخر أيام ترامب بين قطر والسعودية، مع الملاحظة إنه نقاط الخلاف اللي أدت أساسا للصراع بين السعودية وقطر ما أزيلت حتى هذه اللحظة إلا وإنه تم الصلح، مما يوريك إنه السعودية والأمارات ممكن الشعب السوداني يشوف كيف السياسات بتتقلب 360 درجة، نسبة لتعارض المصالح ونسبة للتضارب في الفهم في انه انت بتدير لك دولة الموضوع ما سمسرة وقروش بس بتقدر تمشي بيها بلد. فيا استاذ غالب يا ريت تربط لنا الثلاثة حاجات ديل
مع انعكاسه على المواطن السوداني داخل الدولة السودانية حيكون شكلنا شنو في الأيام على الأقل القريبة الجاية دي. طبعا طبعا ده ده ده, ده نقاش طبعا عميق في ده نقاش بتاع اللي هو الامريكان بايدن. طبعا هو مع قطر يعني انت للناس اللي هو قريب للمنظومات الاسلاميه دائما من اوباما وحزب الجمهور ذاته هو علاقاته ممتده مع الاسلاميين ديل. فهم بيبحثوا عن الانتقال الديمقراطي. ترامب بيختلف منهم. ترامب طبعا هو حدد مسارات. ترامب حدد بانه هو حينتزع الاموال كيف، هو الطريقه بتاعته الهمجيه دي بيستغلها كويس وبينفخ نفخته. زمان احنا اهلنا بيقول لك انفخ ولو وزنك ريش، يعني انفخ ولو وزنك ريش. لو انت زول ضعيف بس كوري جوط، لانه اصلا الجوطه والبتاع هي بتوصلك للحاجه الدائره. ترامب ده نفس النظريه، يكوري كده ويصرخ ويديك الهرش اللي لو مشت فيك خلاص ما مشت فيك، بيضطر انه يشتغل شغله الثاني اللي هو يتعامل معاك الثاني، زي بتاع كوريا لو انت بتذكر نخلوه. البايدن حيكون عنده صراع كبير جدا بين مع الامارات، ومع الامارات طبعا لانها هي مهدد للدول الاقليم كلها، مهدد في ليبيا، مهدد في اليمن، مهدده في سوريا، مهدده في كل موضع. ودائما كل ما تجي المشاكل والاسام هي طوال بتلقاها انها عندها خيط عميق معاه وخيط ممتد للامارات. السعوديه نفس الشيء. الناس كلهم طبعا كلهم اتفقوا، او اللي اتفق محمد بن ناقص او محمد بن سلمان. الناس انا بقول بن ناقص دائما، محمد بن ناقص هو الخطط للعمليه دي، لانه عارف انه بايدن حيكون عنده راي، فحب يكون عنده حلفاء، لانه حاسب انه الشغلانه ما ايران، الشغلانه انه بايدن جاي، وبايدن حيسال من القضايا المصيريه بتاعت خاشقجي، حيصحي مشاكل كثيره جدا، حيفرض عقوبات كثيره جدا على السعوديه. وطبعا دي مخوف السعوديه، السعوديه لما تفرض لا عقوبات. السعوديه دي يا اخي احنا القروش اللي بندفع فيها دي من مواطن سعودي، المواطن ده كان شركاته قاعده في السعوديه، بن لادن الحسي، احنا بندفع في الاموال بتاعت الباريه كول وبتاعت السفارتين ديل، ده مواطن سعودي ومواطن امواله ذات الاموال الضخمه اللي عملها في السعوديه، اللي هي شركات بن لادن بتاعت الطرق والجزور وكده، دي كلها سعوديه. خلي السعوديه ونطوا فيك انت، عاقبوك انت، لانه عينك في الفيل تضعف في ظله، لانه هو عارفين بيشيلوا منها كيف. بايدن بيختلف من ترامب، بايدن بيشيل منك بالقانون، وذاك بيشيل منك قلع ونهي بعديل كده. فهم عارفين انه بايدن جاي حيفتش القضايا المهمه المصيريه، خاشقجي، الجرائم الكثيره اللي عملها السعوديين، الجرائم بتاعت الحريات طبعا، لانه الامريكان دائما مصرين على النقاط دي. ف بلان اسمه منه ده بن سلمان طبعا فهم الدور، جرى طوالي عمل الاتفاقيه بتاعت بيان العلا ده في المدينه بتاعت العلا دي، واجبر المصريين لو لاحظتها والاعلام المصري كله بيضحك في الكلام ده، ناس جوشو وناس عبد الله الشريف بيضحكوا في الاعلاميين المصريين اللي انحرفوا 180 درجه وبيجوا يطبلوا لقطر ويطبقوا للمصالحه، المصالحه بتاعت بيان العلا. هي ما فيها حاجه، ما مصالحه، هي مصالحه سوريه كده بيحاولوا يخلقوا بها جو جديد يعني، بيحاولوا. لكن في النهايه يا هو قطر متجهه على تركيا، والسعوديه حتكون متجهه على امريكا، دي ما فيها تعديل. مع العلم انه قطر ذاتها عندها القاعده الامريكيه الضخمه، اكبر قاعده امريكيه قاعده في قطر. فالقضيه دي قضيه متوازنه يعني، ما حتكون ماشيه كده بنفس الوتيره دي. المشكله وين؟ المشكله وجود حمدوك حسي. ما هو دي النقطه. حمدوك هل ماشي يقابل نتنياهو ثاني؟ هل هو عنده اتفاقيه؟ هل ماشي يكمل الاتفاقيه بتاعت لانه خلاص انت طبعت بواسطه نصر الدين عبد الباري، بعد ده خلاص انت حتاخذ لك مليار دولار حيدفعوها لك على اساس انه اللي هو الجسر بتاعه ده، حيدوك ليها وحيدوك 4 مليار. لكن الاموال دي كلها والميزانيه دي كلها حتمشي وين؟ حتمشي الجيش. يعني زي اللي انت بتشيل من البحر تكف في البحر، ما في مواطن حيستفيد. يعني انت لو فكرت في انه المواطن حيستفيد حتضحك في نفسك. زول ميزانيته 11 مليار ولا 16 مليار للتعليم، والجيش هذا 211 مليار، 211 مليار. طيب التعليم ده يعني انت حتجيب لهم شنو يعني؟ حتجيب لهم كراسات ولا حتشتري طباشير يعني؟ ما ده بوريك انه في اخفاق الميزانيه ما تغيرت.
السيستم الجبال اللي انت بتقوله ماشي بنفس الطريقه بتاعت عمر البشير، ما في خلاف. الخلاف انه السياسه بتاعت معتصم ما اللي حاول يطلع للشعب السوداني واترفضت، جابوا حمدوك اللي كان دايرين يجيبوه بها، جنف ذيك السياسه الصدمه اللي هو نفس النقطه دي. شفت السياسه، ارجع للتاريخ، ارجع اكتب معتز صدمه، اكتب السياسه بتاعت معتز موسى للمعالجات الاقتصاديه، وبعد ما تخش في الانترنت تعال راجع شوف الحاجه الحاصله دي، هتلقى انه يعني شالوا عمر البشير وشالوا معتز وجابوا لك حمدوك اللي كان جايبينه وزير ماليه عشان ينفذ لك سياسه صدمه بزياده، جنفذ لك سياسه صدمه. يعني انت اتخدعت، يعني حمدوك اللي انت خدعته يا هو نفس وزير الماليه كان جايبينه لسياسه معتز، بس كده يعني. بالضبط، حسي هو بينفذ في السياسه بتاعت الصدمه والمنظومه العسكريه مستحوذه على البلد كلها شركات ذهب. ما تنسى يا استاذ غالب، سامعك، ما تنسى يا استاذ غالب النقطة المهمة هنا والطريقة الخبيثة والخسيسة للإعلام المضلل، الإعلام القحاطي، والإعلام اللي بيحاول يوري ويصور الحاجات دي في شكل انتصار للسياسة السودانية الخارجية باستجداء هذا النوع والتوجه من الدعم. الليلة الأربعة مليار اللي حتدعم بها امريكا حكومه السودان دي، السؤال المهم حتمشي وين؟ هي ما حتلحق تمشي للعساكر يا استاذ غالب، اساسا الامريكان ما بولدا انه يدعموا جهات عسكريه متفلته زي ميليشيات الجنجويد دي في انها تضغى وتتجبر في المنطقه محجمه، دائما الحاجات لازم تكون محجمه، لكن لابد انه هنا نوضح للمواطن السوداني انه الأربعة مليار اللي حتطلعها أمريكا من جيبها دي عارفاها ماشية وين، والحكومة ذاتها تكلمت على الكلام ده وأمنت عليه بأنه دي حتساعد في تغطية سقف الديون بتاعت البنك الدولي تجاه السودان، وإعطاء شرعية لحكومة السودان الحالية في أنها تتدين من البنك الدولي بمبالغ أكبر أقل شوية. يعني عندنا 60 مليار دي الديون بتاعت السودان، الليلة من أمريكا تديك 4 مليار وتمشي بها للبنك الدولي إنك عندك 4 مليار، بدل البنك الدولي كان بيديك مليارين حيقوم يديك 6 مليار. يعني حنلف ونلف ونلف ونرجع ونلقى إنه ال 4 مليار زائد ال 60 مليار زائد الفوائد بتاعت البنك الدولي ده كله حيجي على راس المواطن السوداني طال الزمن أو قصر. قروش حندفعها أنا وأنت ويدفعوها أولادنا وأولاد أولادنا، ودين مثقل مدى الحياة على كاهل هذا الشعب السوداني. كيف حتتوقع إنه بلد بتنتهي مثل هذه السياسات ممكن تمشي لقدام أو يكون لها وجود في البيئة؟ طيب 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 قبل ما أرد عليك، في أخونا فارس صالح ده قال لك ممكن توضح لنا المجلس الثوري؟ أنا ده أكتب الدليل عشان أقوم تكمل لك. قلت إيش يا أستاذ غالب؟ قلت لك أخونا فارس قال لك كلام هنا كتبه لك. ما قريت والله ما قادر. قال لك يا أخي يا أخي ممكن توضح لنا المجلس الثوري وهل محمد ديادين هو غايدهم؟ غايدهم. وفي زول فيهم قابل البرهان؟ عندنا توضح له. أيوه جدا. جدا. شوفوا يا اخواننا، اي شايف في لغط كثير كده حايم، وللاسف الشديد ده انا كنت والله خدت الجزئيه دي لاخر اللايف، كنت حتكلم معك برضو يا استاذ غالب. لو شايفني انا كاتب رساله لانصاف التروس والكنداكات، انا حرد بحاجتين بس لهذا الكلام. انا واحد من الناس من تنسيقيه تيار الثوره السودانيه لاي زول، وممكن الفيديو ده تعتمدوه وكده. لو انتوا فعلا حابين تعرفوا منو المشى قابل البرهان، ارجعوا للايفيل، انا عامل له شير هسه في صفحتي اللي تكلمت فيه من شهر 11 انه منو المشى قاعد مع ياسر العطا ومنو المشى قاعد مع. طيب طيب طيب، ما في ناس، في ناس بيكونوا ما حاضرين يعني، او ناس ناس لو بتذكر. اعيد ثاني، اعيد ثاني يا استاذ غالي، المجلس الثوري ده ما عنده اي علاقه بالموضوع ده، لكن في ناس بيحبوا اللي هم انا ما بعتبرهم
ثوار حقيقيين، هم مدعي الثورية. الليلة حالة التشرذم داخل الشارع السوداني فيما يتعلق بموضوع المجلس الثوري ده، أنا طرح علي موضوع المجلس الثوري بصورة شخصية ورفضت المشاركة، نسبة لأنه أنت وحكيت لك الكلام ده وريتك أنه أنا ما انترستد أو ما عندي الرغبة في أنه أشغل أي منصب سياسي أو دستوري أو بأي شكل من الأشكال، ولا الشيء اللي أنا برغب فيه يعني. المهم لكن المجلس الثوري أهو دي لسه طلعت غوائم فيها 30 نفر، إذا في أي اعتراض من الشعب السوداني إنه في الغوائم دي ناس كيزان يطلعوا لنا إنه كيزان منو فيهم الكوز، إذا شايفين فيه زول محزب يقولوا لا. يعني مثلا هسه من الناس والقابل البرهان منو؟ محمد عصمت ما فيهم زول قابل البرهان، لو فيهم زول قابل البرهان يا ريت يطلع لنا واحد هنا يقول لنا فيهم زول قابل البرهان. انت ما مرتبط بهم مش كده؟ الموضوع ما ايوه يلا، لجان المقاومه المخترقه حزبيا والقحطيه هم ديل المشوا قعدوا ويتكلموا مع البرهان ومع ياسر العطا الوعدهم بمزارع وعربات وغير عبر لجنه التمكين، والكلام ده انا قلته في لايف، وده موضوع يتعلق بلجان المقاومه. لكن بتخيل لي الاستخدام لتخوين الميثاق الثوري ناس غامات زي مولانا سيف الدولة حمد الله، ولا أستاذ الفاتح جبرة، ولا ناس معروفين للشعب السوداني والشارع السوداني. الليلة انت لما تنشئ لك جسم جديد ده الناس جابوا فكرة للشارع السوداني، ما بيمثلوا كل الشارع السوداني، هم يزعوا لأنه الشارع السوداني يقبلهم ويرحب بهم ويطور فكرته اللي قدام. إذا عندك حاجة أنت في الميثاق الثوري ومضمونه يا ريت تيجي تقولها، إذا عندك اعتراض على الشخوص معينين وبتاع ما تيجي تقول لي ده قاعد مع البرهان ولا ده قاعد مع حمدوك ولا ده قاعد مع غيره، ده كله كلام بتاع ونس ساكت. أنت عليك بالشخصية وأدائها وكفاءتها وتحيدها، ودي المجموعة كلهم ناس مستغلين ما عندهم أي انتماءات سياسية. اتخيل لي أنا المجلس الناس اللي عملوا ميثاق المجلس الثوري ده هم مجموعه من الشرفاء، من جزء من فيهم من اسر الشهداء، فيهم من المفصولين تعسفيا، فيهم من اسر المفقودين، يعني ديل ما ناس ما الزول ذاته. انا امبارح اتكلمنا في النقطه دي ذاتها، واحد دار علق له محمد عصمت طبعا وطن اتحادي للزول بيقول محمد عصمت ما محزب، ده محمد عصمت وطن اتحادي، والوطن الاتحادي ده ذاته اللي هو الحزب بتاع والدنا ربنا يتغمده ربنا بواسع رحمته يسكنه فسيح جناته. فوالدنا كان رئيس الحزب الوطني الاتحادي في الدورات بتاعه 86 87 في الانتخابات بتاعه الصادق المهدي الاخير اللي هي اخر انتخابات، فكان وطن اتحادي ومحمد عصمت وطن اتحادي مع ناس والدنا. والدنا كان رئيس الحزب في الوقت ده فيما يتعلق بالموضوع ده. تنسيقية تيار الثورة السودانية القومية ما عندها أي علاقة بالميثاق الثوري غير إنها هي أحد الأجسام الداعمة لهذا الميثاق. عنده ناس أنا قريت الميثاق أيوة جزء منه قريت. الناس المتعاقدين أنت لو لاحظت أنا بس اتكلمت في جزئية معينة إنه ما يخطوا الأسماء كلها بتاعت يعني أسر الشهداء، لازم يكون عندهم مندوبين على اساس انه المندوب ده يكون باور، يعني انت ممكن تاخذ كل اسماء اسر الشهداء كده، والد الشهيد، والده الشهيد، عم لا لازم يكون عندهم مرجعيه، عندهم مناديب عشان تخفف الليسته دي ذاتها، وناس لجان المقاومه ذاته حقه يكون عندهم مناديب على اساس انه مناديب مامونين والناس واثقه فيهم او موضع ثقه للجان المقاومه على اساس انه ممكن يكون في الميثاق الثوري ده. في النهاية ميثاق المجلس الثوري ما هي إلا محاولة من بعض الثوار المستغلين لأنه يعيدوا ترتيب الصفوف ويوحدوا الكلمة وغيره، يعني محاولة لمجموعة أكيد حتى المجموعة دي لما تجي بالمبادرة دي حتمشي لمنه؟ حتمشي للجان المقاومة للأجسام المطلبية والأجسام الثورية الموجودة. يبقى دعم الثوار ليها دي مسألة واجبة، والليل عشان تعتبر انه ديل ناس طيب القصه ما بيقول لك يا اخي بقينا شلليات،
طيب انت الفكره بتجيب جله، بتجيب مجموعه، اذا فتحت منابر لكل الناس، الناس تحاول تنضم وتحاول تدعم اذا الفكره بتتماشى معاك. اذا انت شله واخصيت الناس من اي شيء ومسكت عليك وعلى ناسك ومشيت جبت ناسك ورشحت ناسك بس، هترفض من الشارع السوداني ودي مساله بديهيه. لكن هل المجموعات الناس اللي شايفاها دي هل عليهم اي شبهات في ممارسات زي دي؟ ده الكلام مربط الفرس. فانا اتمنى، لانه في نزاع اسر شهداء مع اسر شهداء، لجان مقاومه مع لجان مقاومه، ده حال الشارع السوداني الحقيقي يا استاذ غالب. خلينا نكون واقعيين وصادقين. يبقى لما تجي اي مجموعه طالعه، وده من اساليب القذره اللي بتمارسها السياسيه. انت يا استاذ غالب واحد من الناس عانيت اشد المعاناه في موضوع مؤتمر الشباب السوداني. ليه ده؟ نتيجه لانه عمل مستغل لا ينتمي للاحزاب. الاحزاب معروفين، اي جسم ايا كان شكله ايا كان نوعه يطلع ويحاول يعلن عن نفسه، كان نظيف ولا ما نظيف، لابد من تخوينه، لابد من التشكيك به. في حاجه هنا بالمناسبه في الموضوع ده خطير جدا جدا يا استاذ غالب، الميثاق الثوري اللي هو دكتور محمد بن الشريف لجنة الأطباء المركزية، ده راجل غريب جدا جدا، هو من الناس اللي وافقوا على التوقيع على هذا الميثاق، وموافقته موجودة كتابيا ومسجلة له يعني مثبتة. للأسف الشديد اتفاجأ الناس امبارح انه هو ينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومطلع بيان هناك انه هو ما عنده اي علاقة بالميثاق الثوري ده. يلا ها هنا يا استاذ غالب، في حاله زي دي اكيد انت اذا جسم بتحاول تتواصل مع الناس وترتبط مع النغابات ومع مع الليناي، ما حتكون انت الزول المنزه. يخترقوك ناس كده تكتشفهم، تطلعهم برا، تجيب سوار حقيقيين، في سوار ما لقيتهم، ما شاءت اي ظروف إن كانت ما قدرت وصلتهم قدرت تتعامل معهم، جبتهم ضميتهم على المجلس لحد ما تبني الحاجه دي طوبه 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 طوبه. لكن ما في زول بيتخلق مارد بيجي طالع للناس كده انه مكمل ولا منزه ولا غيره. دي حاجه حقت الثوار، هو اسمه الميثاق الثوري، والخلفه ناس مشهود لهم. لو في زول بيشكك وبقول ديل عندهم علاقه بجهاز الامن والمخابرات ولا غيره ولا غيره، ويجي طالع بالدليل ده بس المطلوب يعني. لكن انا يعني احنا هنا ما في معرض انه نرد على اي زول يجي طالع يخون واي زول يجي طالع يشكك. انت يا زول انبح والجمل ماشي، انا عندي مهمه معينه ومحدده واهداف عندي معلنه، لما تجي تصلني وما اتجاوب معك بعد ذاك من حقك. لكن ما مجرد انا اطلع واطلع لي لسته بتاعت اسامي وكذا، قال ديل اللي اختاروا منه وتصوت عليهم منه ولينا. يا اخي في حاجه اسمها تمهيد، تمهيد لاي عمل. الليله انا دار اعمل لي جمعيه يا استاذ غالب، بنتلم انا وانت. قعدنا والله فكرنا يا اخي نعمل الجمعيه دي، والله فكره جميله. يا اخي اضرب لفلان صاحبي ده، فلان وفلان وفلان وفلان، تعالوا يا اخواننا رايكم شنو؟ طيب يا اخواننا احنا القصه دي اذا حيكونوا تحتها اجسام لابد وانه تدعم الجمعيه عموميه، لكن احنا نعتبر نفسنا اللجنه التسييريه لهذا الموضوع لحين اكتمال جو ناس لجان المقاومه، جو الاجسام المطلبيه، جو الشخصيات الاعتباريه، كل من يرغب في الانضمام لهذا الجسم. دي باعتبار انه حتى الان دي مسائل بتاع التمهيد ولا مفروض على الناس، والناس ممكن تعدل فيها، ممكن تغير طيب فيها. طيب طيب طيب، عشان نحن نستفيد بالمستشر زي ما بقولوا كل مره بنقول. نعم زي ما بقولوا. نعم. نحن ما بهمنا منو اللي بيعمل الكلام ده، نحن نعم. بهمنا المطالب بتاعته. نعم. انا بالنسبه لي بهمني المحتوى بتاعه، هو داير شنو بالضبط. انا يوم من الايام نحن قلنا لو انه عمر البشير ده، يعني عمر البشير ذاته لو هو قبل بالمحاسبه وبالعقاب بفك التمكين الخلق بمحاسبه الكيزان بتكوين ديمقراطيه جديده، كان ناس كثيرين جدا تابعوه. نحن اهم حاجه عندنا المحتوى، الحاجه اللي بتفصلنا من الناس الثانيين. هل الميثاق الثوري ده فيه تكوين جيش وطني واحد موحد؟ ده بيهمني انا بيهمني الحاجه المليانه فيه. يعني هل الميثاق الثوري ده فيه محاسبة رموز النظام، إصلاح الغضاء، هيكلة الشرطة، صياغة الشرطة، هيكلة الجيش، حل جهاز الأمن؟ هل موجود فيه الحاجات دي؟ إذا هي موجودة فيه أنا بهمني طبعا،
بأيده طوالي، ما بيهمني الزول اللي بيقدم المشروع منو ولا كوز ولا كده. الناس تطلع على الميثاق وما جاءوا فيه، وانا غايته يعني ما يعني انا ما شفت والله حقيقه، لكن انا طبعا انت عارف اني بقعد فيه وبعاين له في نقاط معينه لقيتها ما هي موجوده زي ما الشعب السوداني وزي ما الثوار كانوا طالبيننا وزي ما الشهداء ماتوا عشانا، انا معاهم ابدا ما برفض. على قدر الناس اللي انا تكلمت معاهم فيما يتعلق بموضوع هذا المجلس الثوري، بالعكس كل الناس بتشيد بالكلام الجاء داخل هذا الميثاق الثوري، ويتخيل لي بيلبي طموحات الشعب السوداني ما يفوق ما جاء به اعلان الحريه والتغيير كمضمون. والله طبعا الناس بقت عندها يعني في الصيغه دي عندها مشكله يا استاذ نزار، نحن نكون واقعيين. ما هي دي مشكله الصيغه انعدمت بين المواطن والسياسي. بالضبط كده، يعني الليله يا استاذ غالب احنا الميثاق الثوري ده هو نتاج لشنو؟ نتاج لانعدام السياسيين المستغلين في الساحه السودانيه، ومحاوله تخيين والتشكيك فيهم وضربهم باغزر الاساليب، بحرق الشخصيات باساليب متنوعه. الاحزاب بتجيد هذه الحرب، الا وانه الثوار المستغلين دائما بتلقاهم ما سياسيين محنكين، لذلك الواحد بيخاف انه يسيئوا له، بيخاف انه يسيئوا لسمعته، بيخاف انه يخونوه، بيخاف انه كده. دي كلها محاولات زيها وزي المحاولات لخلق جسم واحد للجان المقاومه، توحيد للصفوف بشكل من الاشكال. اها دي مشكله حقيقيه يا استاذ غالب، لابد انه الناس. والله في نقطه يا استاذ احنا ما ننساها، يعني نحن دائما هي عندنا مشكله بتاعت احزاب قديمه، هي دي مشكله ازليه. نحن ما عندنا مشكله في انه ما في دوله بتقوم بدون احزاب، يعني ما الاحزاب دي ما بتشبه الاحزاب اللي بيحلم بها اي واحد في العالم. دي واحد. اثنين يا استاذ غالب، السؤال يطرح نفسه قبل ما تكون في احزاب، هل احنا في وضع بيسمح بوجود احزاب في الساحه السياسيه؟ طيب دي نقطه. اولا التحيه لك والتحيه للدكتور عزيز، شايفه دخل ودي كويس عشان هو التحيه له عشان يسمع. هو ما نحن كلنا متفقين بانه الاحزاب الموجوده دي ما احزاب، دي مجموعه بتاعت عصابات مرتبطه ببعض، عندها فكره بتاعت انها هي متفقه على اساس انها تنهب البلد، تلقى فرصه تدخل المنظومه بتاعت الدوله، تلقى لها حبه جريشات دي كده صواغل بتاعت مجتمع هي لامه في البنايه. معظم الناس الموجودين دول ما حيلبوا طموحات الشعب السوداني، ومعظم الناس اللي بتدخل في الحكومه دي ما حتحقق حاجه، لانه الحكومه دي اصلا حكومه بتاعت عساكر. دي الحكومه الكيزان، يعني ده الصف الثاني بتاع الكيزان حقيقه، ده الصف بتاع حمدوك، الصف بتاع صلاح مناع، صلاح قوش، عبد الغفار الشريف، برهان كباشي، ياسر العطا، كلها منظومه واحده، هو نفس المنظومه ما تغيرت. يعني نحن نكون صادقين مع نفسنا، والشعب السوداني حقه يفهم بانه حصلت خدعه كبيره جدا في فتره من الفترات. الناس اللي حقه يكونوا موجودين هم الثوار ذاتهم اللي بيكتبوا. يعني الحاجه اللي بتحزن انه في ناس كانت بتساند ضحت وكانت بتساند الثوره، هم كانوا اولى بالمقاعد دي، كانوا اولى بالكراسي دي. يعني اي واحد لو جريته من تحت الاعتصام من الناس الاماجد الميامين الحقيقيين كان بيكون افضل من اكرم، وافضل من مدني عباس مدني، وافضل من اسمه التشيخ دي اسمه منه، ولا المهم عامه كده كل الوزراء دي، اي واحد من تحت الاعتصام، اي واحد من الناس اللي كان بيصبح كان مؤمن بالقضيه الحقيقيه. الناس اللي جابوهم ديل فئه خططت مع بعض، مجموعه بتاع جمهوريين بعثيين اللي هو بواسطه ابراهيم الشيخ. لو انت قبل يومين بتستحضر هو بيتكلم عن المشاكل الاثيوبيه، وده طبعا سبب مشاكلنا المؤتمر السوداني اللي هو غازي وجهاز الامن كله، وبحركوا جهاز الامن وخلقوا الحكومه الانتقاميه دي، وجابوا فيها هبه كعكات، وجابوا فيها اسماء نحن ذاتنا في اسماء ما الناس ما بتعرفها، زي وزير الزراعه السابق والحالي، زي وزير الخارجيه عمر قمر الدين، والقبلي جو فات ما في زول بيتذكروا. الناس دي ما عندهم صله بالثوره، الثوره دي الناس اللي صنعوها هم قاعدين برا بيتفرجوا، كلهم بيتفرجوا. استاذ غالب شوف يا استاذ غالب، انا دار اقول هنا في موضوع الصيغه ده عنده حل واحد بس، عنده حل واحد بس وبمنطق بسيط انا
دار اقوله للمواطن السوداني عشان يفهم. انت الليله بتسمي روحك سائر، والكلام ده انا بوجهه للانصاف من الثوار والكنداكات، ما تدعي لنا الثوريه وانت ما فاهم انت كيف تثبت للناس انك ثوري. قضايا الوطن دي قضايا ما فيها مساومه وما فيها حياديه وما فيها حقي وحقك. انت اذا بتطلع في الشارع وبتتعرض للسلاح بصدر مفتوح وبتقحم نفسك في امور غطعتي بحياتك وتذهب بك الى التهلكه، كيف دار تقنعني انه الليله لما اظهر زول دار يتكلم في حق الوطن انت ما تمشي هناك؟ لانه ده زول طالما بيطالب كجسم كحزب كمؤسسه تدعي انها هي بتحمل قضيه لهذا الوطن، انت من حقك كسائر انه تتواصل مع هذا الجسم وتعرف هو اصله منه وفصله منه واهدافه الجبهه شنو، وهل بيلبي طموحات الثوره ولا لا، سواء كنت من لجان مقاومه او من غير لجان مقاومه او من حي او انك مواطن سائر. لكن تقعد باعتبار انك انت خلاص عارف انك بتمشي تطقع في الشارع وبتمشي وبتقيف للكجر وبتناي وداير تقعد في حتتك والناس تجيك لحد عندك عشان انت تشارك وتسهم في بناء وطنك، ده امر مرفوض. واذا الثوار خلاص بدوا لنفسهم الشرعيه في انه يسموا بلجان مقاومه عشان الحاجه اللي اتعملت شهر 12، لسه في شهر 12 السنه دي وشهر 12 السنه اللي بعدها وشهر 12 اللي بعدها، انت موقعك حيكون وين كسائر في هذه الدولة السودانية؟ ما أنهت هذه الدولة السودانية إلا عزوف الشباب عن أنه ينضموا تحت أجسام على الأقل تأتي برؤى سياسية تغير واقع الحال على الشارع السوداني. عزوف الناس عن المواكب وانفضاضها من حول المواكب اللي بتطلع في الشارع هي نتيجة لأنه طلعوا مليون نفر ما جات نتيجة، طلعوا 50 نفر ما جات نتيجة. لكن طالما في جزوة في الشارع يبقى الثورة لسه منتقدة، يبقى لابد من انه الحراك يستمر، لابد من انه الناس تحاول زي الميثاق الثوري وغير وغير من الاجسام الشبابية اللي بتظهر دي. المفروض المكونات الشبابية كاللي هي مقاومة في الاحياء او في اي حتة تكون داعمة لها في البداية، انت ادعم لحد ما يثبت لك عكس ذلك، اطلع باللوم، اطلعهم خونة، طلعهم مجرمين. لكن ما مجرد انا زول طلعت لك جسم يا دوب لسه ناس فاتح جبرة ده في زول ما بعرفه ولا لا، هي القصه ما اسمع القصه يا استاذ نزار، انت مع كده يعني خلصت لانه انتهينا من قضيه الاسماء. يا جماعه المحتوى بتاع اي جهه، انا ما عندي حاجات معينه بمسكها، اول ما يجيني اتصل عليه زول اي بعرفه منه بتاكد منه بعرف التنظيم ده تم كيف، بقوم اقول له يا اخي اديني ارسل لي الميثاق بتاعته، هو الميثاق ده اللي بيفصل. ما هو في حاجات ما فيها لعب، في حاجات ثوريه دي مما انت تقراها بتعرف انه ديل النازل فعلا ماشيين للخط العديل اللي هو اول ما يخت لك قص المشاكل فوق، يعني اي زول بخت لي حل الدعم السريع وهيكله الجيش وسياسه الشرطه واصلاح القضاء، وبتخطها لي ورا بعض بعد شويه محاسبه رموز النظام، تسليم عمر البشير، تغيير العمله المزوره دي، تعديل الدستور القوميه الهويه، القضايا الدستوريه المهمه. اول ما كنت عليه في السقف، يعني انا اول ما كنت عليه القضاء ده بعرف انك انت زول، يعني الكيفيه بتاعت انشاء قضاء جديد يقدر يصلح الوطن ده. ما هو القضاء اللي بيصلح الوطن، انت قال اللي بيصلح الوطن شنو؟ ما هو العداله اللي بتصلح الوطن، ما هي العداله اللي بتحل لك المشاكل بتاعت العنصريه والجهويه. الميثاق الثوري، في الميثاق الثوري لو عاينت في اول بيان له هو عكس الشعار، بدل حريه سلام وعداله وضع العداله والسلام والحريه، ده دلالات على انه الدوله السودانيه دي ما بينصلح حالها ما لم تكون في عداله حقيقيه، ودي مشكلتنا يا استاذ غالب المفصليه والاساسيه. العداله اللي بتنظم الدوله، اللي بتنظمنا احنا كمواطنين، اللي بتمنع تغول اي زول على الاخر، اللي بتمنع حتى الاجسام اللي بتدعي الثوريه انها تمارس انتهاكات على الشعب السوداني. العداله يا استاذ غالب ما حنقول شنو يعني اكثر من كده، لو ما في عدالة. ما هي العداله دي طالما فيها نعمات وفيها الحبر، اذا ما في عداله
يبقى في النهايه ده، يبقى في النهايه اي زول بيتكلم في اصلاح العداله ده انا معاه. حقيقة حقيقة. دي واحد. اثنين اللي احنا ماشيين اللي دي، خلينا نمشي لقدام. هسي حاليا الوضع ماشي لهاويه، يعني الناس دي ما بيصلحوا في حال المواطن، ماشيين لأسوأ، ماشيين لأسوأ بصوره يعني هي ذاتها تخوف. يعني الطريقه بتاعتهم بتاعت انتهاج للسياسه السودانيه ذاتها بقت مختلفه عن اي سياسه، عماله واضحه يعني ولا داسينا. يعني انت السفر بتاع حمدوك ده ما في رئيس وزراء سافر بالطريقه بتاعت حمدوك دي. معقوله يا اخي؟ انت شغال طباخ، شغال فنان، انت شغال فنان معقول تسافر بدون ما الشعب يعرفك وبدون ما تطلع توضح، بدون مؤتمر صحفي ماشي، بدون مؤتمر صحفي جاي ماشي الامارات تشتغل مع تطبع مع الاسرائيليين تكمل باقي الجوش، تجيب لنا 5 مليار عشان نعمل شنو؟ عشان البلد تبقى ثاني ماشي لمرحله عمر البشير، ما دي قرعتك بدل كان بيمد القرع عمر البشير حيمدها حمدوك، حيرفعوا اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، حتدخل الشركات العالميه البلد، البلد حتتطور، الكلام اللي بيخدعوك به ده، مع العلم انه الاموال اللي بتجي دي كلها طالما الحفره قاعده تحت الدعم السريع والجيش والامن والمنظومات العسكريه دي، يبقى في النهايه انت برضه في النهايه ما عملت حاجه. يا استاذ نزار، يا استاذ نزار، يا اقل حاجه انت عشان تجيب مستثمر محتاج شنو؟ محتاج الامن والامان، محتاج الاطمئنان، محتاج انه يكون عندك نظام مصرفي متميز عشان انا كزول مستثمر اجيك. مستثمر صغير خليه كبير. يعني انت واجهه، انت واجهه واجهه لدوله بتشكل يعني سنتر العالم. ما هو ده السنتر، البحر الاحمر ده بهنا بهنا وبهنا، انت فوق وتحت مستفيد. الدوله دي ما قادرين يسيطروا عليها لانه الناس جابوهم لغايه حسي انت مما تخش. زي ما قال لي هو مازال ضرب لي، كان بيحكي لي قلت له انت دفعت 50 في شهاده الميلاد، لغايه حسي انت مما تلدوك كده قبل ما تصرخ كويس لازم يدفعوا لك قروش شهاده الميلاد، لازم يجيبوا لك الخروف، لازم بعدين الدوله تبدا تجني فيك الجبايات. ما في حاجه بتقدم لك الدوله ما في حاجه. نحن شفنا الدوله حتى ايام نميري كانت لو بتتذكر جامعه الخرطوم واللاب بتاع جامعه الخرطوم والمطاعم بتاع جامعه الخرطوم، والدوله كيف كانت مهتمه بطالب لغايه ما هو يتخرج ولغايه ما زي ناس حمدوك دول القراهم من انت قايل. ما هي الدوله السودانيه اللي قرت حمدوك وقرت كل الناس دول وابراهيم احمد عمر والزبير بشير طه الحراميه النهب البلد دي. ما هي الدوله دي درستهم مجانا وعلمتهم مجانا وودتهم كثير، لكن هم ما ادوا. شوف الناس دول كل ما اي واحد يمسك بيبدا هو يخلق جبايات جديده. نحن ماشيين لدولة الجبايات، الدولة دي ما حتمشي لقدام طالما في دعم سريع يا استاذ نزار. آجلا أو عاجلا حتظبط. الحاجة المخوفانة قلت لك إنه الشعب السوداني بدأ يفر، بدأ يهرب، والله العظيم بدأ يهرب. السودانيين كلهم بدأوا يخلوا السودان، بدأوا يفتشوا في بدائل في أثيوبيا، في تشاد، في كينيا، في مصر، في يطلع أوروبا يغامر يسر البحر. المهم هو بقى كونه إنه يعيش في السودان صعبة. زول من الصباح هو محتاج له عشان يجيب له قفه محتاج له مليون جنيه، يجيبها من وين؟ يجيبها من وين؟ اذا وضع ما بيقدر يتعالج لانه الحبوب بتاعت البنادول ب 200 جنيه و150 جنيه، اذا هو محتاج لبن ب 80 و100 جنيه، معقول هو بيصرف كم عشان يجيب؟ انا بستغرب والله بستغرب انه الشعب السوداني ده بيجيب الاموال من وين عشان يصرف لبن وعشان يجيب صابون وعشان يجيب عيش وعشان ياكل الاولاد. يعني يقوموا يضربوا له يقول له والله حسي مشترين عيش ب 250 ب 250,000 اللي هو العيشه ب 10,000. ما هي 10,000 انت قايل 10 كم؟ انت قايل 10 جنيه ده 10,000 حقيقه. فزول يعني مواطن بسيط يمشي يشتري له عيش ب 250,000، يشتري لبن بمليون ومليون و300 الكيس الصغير بتاع اللبن البودره ده، ولا يجي يشتري له زي السمسم الباغه ب 250,000. ده كلام كثير على المواطن، اقسم بالله العظيم حتكون في يعني نزوع انت ما تتصوره. فعلا بدات موجه بتاعت نزوع، الشعب السوداني بدا يهرب كله، بدا يحاول بدل ما يمشي مصر يتعايش بيفتش في اقل حياه، ابسط الحياه،